المحاماة هي أكبر من أن تكون مجرد مهنة. المحاماة رسالة. المحاماة عظيمة. ثلاثة أبعاد أبنائي بناتي زملائي زميلاتي، أريد منكن ومنكم أن تستحضروها، وهي سر نجاحكم وقد تكون سر إخفاءكم إذا لم تلتزموا. ثلاثة أبعاد متلازمة مندمجة مترابطة لا فاصلة ولا برزخ بينها، وكل حياء عن إحداها يعني الابتعاد عن أصول المهنة وعن الهدف وعن روعتي وعمق القصم الذي أديته منها. ثلاثة أبعاد: احترام أصول المهنة وجوهرها، وسأتحدث عنها. احترام وتقدير القضاء أيضا بأعرافه وتقاربه وطقوسه، وسأعود إليه. ثالثا: المعرفة والعلم والثقافة. الثقافة هي ما يبقى عندما ينسب أمر كل شيء، وعندما تنسون كل شيء تجدون أنفسكم وسط بحر من التموجات في الممارسة وفي مشاقها وفي متاعبها، وثقافتكم هي التي تحميكم. أنتم اليوم اخترتم الكلمة المحامي والمحامية، كلمة مسؤولة، حركة مسؤولة، وقفة مسؤولة. أصول المهنة هي أعراف وتقاليد وأخلاق. احترام أصول المهنة يقتضي احترام نقابكم وخيانتكم واحترام مؤسستكم المهنية واحترام القصر الذي أديتموه واحترام تعظيم الهيبة العتيدة التي أتيتم إليها عن قواعدها ومهنة وهيبة عظام لم يتحملها كمهنة قضائية أو قانونية، يتحملها كإنسان. فقعقوا وأسوا وبنوا وحققوا مجدا وساهموا في بناء الوطن وبناء دولة الحق والمؤسسات وفي تجسيد وتنصيح قيم العدل. فقط لاحترام المؤسسات، وليس فقط لما هو بارك في المادة 12، هو أعظم وأجل من ذلك. أعظم وأجل من ذلك. كونوا ممن يخشون الله ويخافون سوء الحساب. هذا عهد، عهد بيننا، بيننا وبينكم وبين القضاء. توجد الآن في هذا المكان العتيق العميق في تاريخه أمامي هيئة قضائية، رئيس أول محكمة استلام بجلاله وقدره، ومستشار معكم، ومستشار يساركم السيد وكيل العام للملك، معكم نقباء قيادين، معكم مجلس هيئة. في كل تفصيلة من تفاصيل هذا الوجود المادي الذي تعيشونه في هذه اللحظة هو لوحة تشكلت عبر قرون من الزمن. هي ليست وليدة الأمس. قرون، تاريخ، تاريخ مرتبط بمقاومة الإنسان للقهر في محاولته المتواصلة للخروج من نور الظلم، من ظلام الظلم وظلمة القهر إلى نور العدل والإنصاف. واجبي واحترامي وصلت عبر القرون منذ العبودية إلى اليوم. تاريخ عميق، وسأوافق زميلاتي زملائي في أروع الكتب التي كتبت في هذا الباب، وسأحملها لكم، وستكون هدية لكم عند استقبالكم مع عائلتكم، وهي تتحدث عن تاريخ المهنة وأثر إصدار هذا الكتاب. كان في سنة 1923، لا زال حديثا وجهه. زملائي زميلاتي، السيد الرئيس المحامي، السيد الوكيل العام،
معتد أقاطع ومالك إما مالكي متواصل هذا هو المحامي المحامي قدره أن يكون شغوفا بامتلاك الكلمة أن يبحث عن الكلمات الفذة والعميقة والجميلة مرة اقرأ إلى قبل ترويج القبر ما شئت لكن تحكموا بالكلمة تحكمكم بالكلمة مسؤولية وكم من أخطاء وكم من انحرافات وكم من سلوكات شائنة سببها الكلمة وكم من مواقف كبيرة وكم من عمق وكم من روعة في الممارسة والسلوك بالكلمة فلكم أن تختاروا ونريدكم أن تختاروا أن تختاروا الأجمل والأصح والكلمة تصعب عندما تغيب القراءة وعندما تغيب الثقافة وعندما الكلمة هي كالجسد كالعضلات تنساها تنساها تمارسها تعطيك الإمكانية للإمساكية هكذا ستكون ابحثوا كل السعادة في ممارستكم إياكم التعاسة الميلة هي للسعادة ولكي تكون سعيدا وسعيدة في ميلتك عليك أن تكون على خلق وتنحدر نحو القاع اختاروا القمة اختاروا القمة في النبل والأخلاق وليس ذلك بالعزيز عليكم أنتم في تربة وطنية في تربة وطن له خصوصيات امتحوا من دينكم امتحوا من تاريخكم امتحوا من هويتكم المركبة تمنحكم كل الفضاءات المعرفية الممكنة لتكونوا محامون ومحاميات ناجحات إياكم والقدوة السيئة ليس المال من يصنع النجدة وليست كثرة المثبات التي تصنع النجدة قد تصنع النجاح وقد يكون النجاح أسوأ من مجرد توسط في النجاح نريدكم نريد نجاحا نظيفا نجاح نظيف نظافة يد نظافة القلب أن ترعوا ملفاتكم وقضاياكم وأن ترعوا موكليكم وأن ترعوا مكاتبكم وأن ترعوا سر المهن وأن تكون فعلا دعاما وشريكا أن تكون للحصانة والاستقلالية أن يكون لها معنى وبعد أخلاق بدون أخلاق تصبح تعرف مغري للانحراف بدون أخلاق يصبح كلمات كالاستقلال والحصان هنا وهناك ليس نحن فقط تصبح سبيلا وممرا واستراداً نحو الانحراف الأخلاق أولا ولكم ما شئتم من الطموحات ونحن معكم عندما تكونوا معنا We'll be right back.